السلام عليكم. راح نكمل بدورة التأسيس الرياضيات. وصلنا لحل معادلة من الدرجة الأولى. حل معادلة من الدرجة الأولى كيف يعني؟ آن في حال كان عندي مقدار زائد عدد يساوي 5. يلا شو هذا المقدار اللي راح أضيفه للثلاثة راح يطلع 5؟ هذا 2، هذا شغل صف أول، كانوا صف الأول هيك يعملوا، يعطوه مثلا هيك يقول له شو هو العدد إذا نقصنا منه واحد بطلع 3. شو هو العدد؟ بقول له هذا 4. أي ما عرفت رقم هيك كان طلع صادق. أو مثلا 5 ناقص شو العدد يطلع معنا؟ 2. 3. هاي في حال كان أمر بسيط، انتقلوا صعبوهم شوي، صار يحطوا لهم حرف بدل ما يحطوا هذا الشكل، صار يحطوا مثلا حرف يقول لك إكس. هاي كان صف سابق مثلا زائد 3 تساوي 5، يقول له الطالب يقول له إكس تساوي 2. هيك حلو يقول له 9 2، مثلا اكس زائد 7 تساوي 10، يقول له اكس يساوي 3. حل بسيط، معادلات بسيطة. طلعنا على غير صف ما بقى يمشي الحال، مثلا صار يعطيني معادلات أتقل من هيك، صار يعطيني معادلات ما أحسن أطالعها بالنظر مباشر، لازم بدها حل. كيف رح نحلها؟ قال بالشكل الآتي. أنا عندي المعادلة مؤلفة من مجاهيل. المجاهيل هن يلي إكس واي زد اللي هي الأحرف، يعني هن أعداد، بس نحن مخبينهم بشو؟ بأحرف. يعني هذا عدد بس نحن مخبينه بحرف. شلون واحد مثلا عندي حرف مثلا زائد 3 زائد 5 تساوي 8، هذا جينا خبينا لك اياه، جبنا هيك شغله، ايوه خبينا لك اياه، خبيناه باكس. هلا نحن اوجدوا هذا اللي مخبى، راح اوجده مين؟ هو بقى كل شيء عندي اياه حرف راح يكون اسمه مجهول، او مثلا 2 اكس هذا بيتم مجهول، 2 ي 2 اكس هذا كله مجاهيل، مو معروف لاني مين هو. المعاليم، مين هن المعاليم؟ هن الاعداد اللي هن 3 5 7 8 9، هذول الأعداد اللي بنعرفهم. هلا رح تجيني المعادلة مشكلة، هم فيها مجاهيل هم فيها معاليم. مثلا شوف المثال الظريف، 2 إكس زائد 1 تساوي إكس زائد 10. هيك مثلا أعطاني مثال. هذا المثال إذا أعطاني إياها، أول خطوة رح نساويها، طبعا إحنا هنشتغل بالأمثلة مباشرة، أول خطوة رح نساويها رح ننقل المجاهيل إلى طرف والمعاليم إلى طرف. شو يعني؟ قال هذا البيت الأول، تحفظ هاي البيت الأول هو بيته للمجاهيل، يساوي البيت الثاني هو بيته للمعاليم. هلا هاد عندي يا مجهول، هاد مجهول، هذا معلوم وهذا معلوم، تمام؟ كيف وصلناهم؟ هلا رح ننقل كل واحد لبيته، هذا ببيته طلع بجهة اليسار، هذا ببيته خليك محلك انت، هذا مو ببيته طلع لهنيك، وهذا مو ببيته كمان تعال هون، وهذا ببيته خليك بمكانك. بدي اعزلهم هلا، بدي اعزل البيت لحال المجاهيل، وبدي اعزل البيت المعاليم لحال. قال بس ملاحظة صغيرة، كل شيء واحد بينط من فوق اليساري تنقلب إشارته. أيوة تمام. يلا هذا بيصير معناته 2 إكس نزل لحاله، هذا إجا كان إشارته موجب، شو صار؟ ناقص إكس تساوي. هذا الـ10 لا راح ولا اجى، تم موجب. هذا الواحد اجى لعنده شو صار؟
خلصنا من أول خطوة. فمن أول خطوة هون مع تغيير إشارة، مع تغيير الإشارة، دقتك يعني، انتباه انتباه. الخطوة الثانية قال نجمع كل طرف على حدة، نجمع هذا الجزء لحال ونجمع هذا الجزء لحال، نطالع جواب هذا ونطالع جواب هذا. شو جواب لهذا شو جواب لهذا؟ تنتين اكس، راح منا اكس، تفاحتين شلنا منا تفاحة، بوت واحد اكس. هلا هذا الواحد ما بنحطه نحن، انه خلص الاكس الوحدة تمثل هي واحد اكس. مثل ما اذا اعطيني تفاحة ما بتقول لك اعطيني واحد تفاحة، صح؟ انه هي خلص اكس يعني. ايوه رمز لواحد يعني. 10 ناقص 1 9، خلص انتهت المعادلة. هلا كشفنا مين هو هذا الاكس اللي كان مخبى، هو طلع التسعة. هلا هذا التسعة اذا شلناه حطيناه هون تطلع المساواة صحيحة. ناخذ مثال ثاني من الخطوتين هلا حاليا، عبرهم من جهة لجهة وبجمعهم بيطلع معي الحل مباشرة. واحدة تانية مثلا 3x ناقص 5 تساوي 2x زائد 7. هذا ببيته وهذا ببيته وهذا بده نقل اني مو بيته وهذا بده نقل اني مو بيته، تمام هيك؟ 3x معناتها هذا اجى لعنده صار ناقص 2x تساوي هذا اللي راح ولا اجى 7 واجى لعنده هذاك صار 5. نجمع هذول هلا اكس تساوي 12، واضحة؟ تمام. واحدة ثانية 5x ناقص 1 تساوي 4x ناقص 7. انت تعال هون وانت روح هنيك وانت انزل محلك، 5x ناقص 4x تساوي ناقص 7 زائد 1، وعندي x وحدة تساوي شو؟ ناقص سالب 6. ايوه طبعا. هلا قال في احيانا معادلات ما بتنتهي هيك مباشرة، راح يزيد عندي عدد هون مثلا 3x ناقص 1 تساوي x زائد 5. نفس العملية، تعال انت لهون وانت لهنيك وانت خليك محلك وانت خليك محلك، 3x ناقص x تساوي 5 زائد 1. شو زاد هون؟ 3 راح منا وحدة، 2x صارت تساوي 6. هون صارت 2x. انا هون من شوي كان عم بطلع عندي x تساوي عدد وتنتهي العملية هون، تمام. هون في تنتين لسه هون لازم اخلص من هالتنين هي. شلون بدي اخلص من هالتنين؟ قال نقسم على 2، نقسم على 2 جهتين، دوما بنقسم على امثال المجهول. هون بصفي x تساوي 3، تمام. معناتها يوم نصل لحرف موجود او عدد موجود جنب الاكس الى امثال يعني، بقسم مباشر الجهتين على هذا العدد كله حاله بكامل حتى احصل على اكس صافي، اكس تساوي مقدار اكس لحاله من دون اي شيء جنبه، تمام. مثلا 5x زائد 7 تساوي 2x زائد 10 زائد 10 مثلا. يلا جيبها لعندها، خذ هنيك 5x ناقص 2x تساوي تساوي 10 ناقص 7
هذول راح يطلعوا 3 اكس تساوي 3. انا ما انتهت معي العملية، في عندي امثال هون، بس كان في عندي امثال هون بنقسم الجهتين على 3 على 3 على 3 بيطلع الاكسات يساوي جاد 1. هذا اللي بيقعد جنب الاكسات هذا ما راح شاري فيه ابدا، لا تطلع عليه ابدا، ايش ما بده يطلع يطلع، بس هذا عيني على هذا. ايوه الامثال اكس واحد تاني 8 اكس ناقص 5 تساوي 3 اكس زائد 15. انت خليك محلك، تعال انت لهون انت لهنيك، تساوي 8 اكس ناقص 3 اكس تساوي 15 زائد 5. صار عندي 5x تساوي 20. رح نقسم على الأمثال على 5 تقسيم 5 x تساوي 20 تقسيم 5 جاد. كمان أمثلة 2x ناقص 7 تساوي 4x زائد 1. انت تعال هون وانت تعال هنيك، صار عندي 2x ناقص 4x يساوي 1 زائد 7. انتبه هون في سالب ديجيتال، زائد 2 ناقص 4 ناقص 2x تساوي 8. لازم اقسم على امثال مجهول. شو هو امثال مجهول؟ ناقص 2 كامل بحاله على ناقص 2 على ناقص 2، ما بصير تزيد هون شي طاول، حتى ما بصير تزيد شي طاول لازم اقسم على الامثال نفسها كلها كامله. يبقى عندي هون اكس تساوي هون الزائد على الناقص بيطلع سالب 8 على 2 4. انتبه عليها. واحده ثانيه 5 ناقص اكس تساوي 2 اكس ناقص 4. انت دور هنيك وانت تعال هون، ناقص اكس ناقص 2 اكس ايوه طبعا تساوي ناقص 4 ناقص 5. تمام ناقص 3x تساوي ناقص 9. رح نقسم على أمثال مجهول، مين هو الأمثال كامل؟ ناقص 3x تساوي زائد 3، يعني سالب على السالب شو بتطلع؟ مثلا آخر مثال x زائد 5 2 x زائد 5 تساوي 10 مثلا 2 x تساوي 10 ناقص 5 2 x تساوي 5. بنقسم على شو هون؟ على 2 على 2. أو الأستاذ زي ما تقبل أي فلد تقبل x تساوي في حالة 5 على 2. ما قبلت قبلت اهلا وسهلا، ما قبلت اي فرحة حالة لا تطلع طاولة. يعني واحدة تانية 3 اكس ناقص 5 تساوي اكس زائد 6. هذا راح ينتقل لهون، هذا راح ينتقل لهون، صار عندي 3 اكس ناقص اكس تساوي 6 زائد 5. ايش مع هدول؟ 2 اكس تساوي 11. قسم على الأمثلة 11 على 2، ما بتقبل خليها بحالها لا تطلع طاولة. تمام واضحة؟ أحيانا بس يعطيني اسم هذا الشكل، بيقول لي مثلا 2
اكس زائد 5 يعني ضيف لي شغله معاه، ضيف لي نشر معاه، يعني سوى لي خطوتين مع بعض، النشر ومعادله سوا يعني 2 اكس زائد 5 مثلا زائد 7 تساوي مثلا اكس زائد ناقص 3 هيك مثلا. شو بنعمل؟ نشر عادي، بننشر نشر عادي. اول شيء ننشر هي هيك شطح 2 اكس زائد 10 زائد 7 تساوي اكس ناقص 3. رجعت للمعادلة بنعرفها البسيطة، هدول لهنيك نقول لهنيك او اجمعهم اول شيء بعدين نقول لهم. شو بتصير 10 و7 شقد بتصير؟ خد 17 لهنيك 2 اكس ناقص اكس تساوي ناقص 3 ناقص 17، صار عندي اكس تساوي ناقص 20. اللي خطوة انضافت هون بس انه قد يكون معها شو موجود نشر، يعني قد تنشر العملية. واحدة تانية مثلا 3 اكس زائد 2 اكس ناقص 1 تساوي 3 اكس زائد 8. ثلاثة إكس زائد 2 إكس ناقص 2 تساوي 3 إكس زائد 24 5 إكس، وهذا أجل عندي شو صار؟ ناقص 3 إكس تساوي 24، هذا ضل هنيك شو صار؟ زائد 2، صار 2 إكس تساوي 26 إكس تساوي 13. تمام، السلام عليكم.